وحشتني عدد نجوم السماء وحشتني. الله، ده ايه الاستباحة الحلوة دي يا صبري؟ هو ابوك رضي عننا وفتح الشباك ولا ايه؟ لا، انا اللي فتحته من وراه. اسكت بقى ما تفضحناش. طب بذمتك ينفع كده؟ يبقى مكتوب كتابنا وبنشوف بعض سرقة واحنا متلبشين كده؟ معلش يا رضا، الصبر الصبر يا رضا. الظاهر ان صابرين ده مش اسمك لوحدك يا حبيبتي، ده طلع اسمنا احنا الاثنين. بقول لك ايه، ناوليني بالطين من عندك. عينيا. لا، وانا هاخدهم كده برضو، يا ريت تضربيهم بقى في السريع كده. عينيا. امي الله يرحمها جات لي امبارح في الحلم، قال ايه يا حبيبي بتوصيني عليك، ما تعرفش ان انا حطاك جوه حبيبي عينيا وقافله عليك. صحيت بقى من النوم متجننه عليك، كان نفسي اشوفك يا قلبي. شويه ملح وفلفل عليهم الله يخليكي. حاضر يا حبيبي عينيا. بقول لك ايه يا رضا، اوعى والنبي تنسى موضوع القسط، النهارده لازم يدفع، ابويا بيتلكك لك وانت عارف. عارف والله العظيم ثلاثه عارف. بقول لك ايه، ما تشوفي لي حته زبده عندك عسل. اه عندي، ثانيه واحده. سلام يا سلام. نفسي نتلم بقى ببيت واحد يا رضا. يا رب. انت عملت ايه في موضوع الشقه؟ اول امبارح كنت بدي حقنه لابن خاله وزير الداخليه، وعدني ان هياخد لي ميعاد مع سكرتير المحافظ. بقول لك ايه، ما عندكش حته بسطرمه في التلاجة؟ اه عندي، ثانيه واحده. على فكره انا ما بحبش البسطرمه، بس اسمع ان البيض بيحب البسطرمه قوي، وانا مش عايز افرقهم عن بعض. كفايه لو انت يا حبيبتي. مطرح ما يسري نمري يا نور عين قلب مراتك حبيبتك. سلاميلي يا غالية، منك لله يا جابر، منك لله يا اللي حرمنا من بعض. ايه ده ايه ده؟ انت واقف عندك هنا بتعمل ايه يا بنت؟ بابا مش حاجة. انا مش قايل ان الشباك ده ما يتفتحش. في ايه يا اسطى جابر؟ مالك قايم مزعبب علينا ليه كده على الصبح؟ انت تسكت خالص، انت مالكش كلام معايا. قايل ما يتفتحش ولا مش قايل؟ يا ما انا فتحت بس الشباك عشان اهول المطبخ، كنت هقلي شوية بيض بالبسطرمة. تقلي؟ تقلي ولا عشان تقرطصيني يا بنت؟ لا 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 لا، عيب يا اسطى جابر، ما تقولش كده. تقرطصك ايه؟ دي مراتي. مراتك؟ ده عند امك يا روح امك. النهارده القفله وعليا الطلاق، ما هي بايت على زفينك. ليه كده يابا؟ حرام عليك، انت عايز مننا ايه بقى؟ حرام عليك قدامي قدامي يا بنت الكلب. يابا ونبي يابا، كفايه بقى حد لعبه. تعالي يا بنت الكلب تعالي، انا مش قايل الشباك ده ما يتفتحش. بنت مقصود الرقبة دي ظبطتها، بتكلم الواد رضا من شباك المطبخ. يابا ظبطتني ايه بس يابا؟ عيب اللي انت بتقوله ده. هو انت ظبطتني مع حد غريب يابا؟ ده انت ظبطتني مع جوزي. جوزك بقى مرتي ايه؟ ده لا دفع مهر ولا جاب شبك. وحتى الشقة اللي كان مقدم عليها راحت منه. يبقى ناقص حتة الورقة تتقطع 60 حتة. يابا حرام عليك يابا، امال القسط اللي بيديهولك في ايدك كل اول شهر بتاع العفش ده تسميه ايه؟ سلامات يا سيست، ده بقاله 3 اشهر ما شفتش منه صنف المعامله. يابا ما انا بتحايل عليك من زمان يابا، اتجوزنا معاك هنا في الشقه وانت اللي راكب دماغك ومش راضي. تتجوزي فين يا اختي؟ قال جوزتها تتاخر، راحت وجابتهولي راخر. اسمعي يا حبيبتي، انا شرط على ابوكي قبل ما يكتب عليا انه عدي في شقه لوحدي. ما تتجوزي وتروحي شقتك زي اخواتك، ولحد دلوقتي وانت قاعده هنا. اسمع يا جابر، موضوع البيت دي لو ما خلصش دلوقتي انت تطلقني. انا ابو رضا على اليوم اللي اتدبسنا فيه، انا اروح له دلوقتي واخلص من امه. ماشي وديني لوريكي، منك لله يا ابو الفقر.